كنت في الصويره خدام في مهرجان ديال مدينه الصويره الصباح لحد كنا سالينا غادي نمشي بحالي ما يعيطوا لي شي ناس قالوا لي عافاك بغينا نسولوك بحال هكا كيما نتوما بحال هكا قال لي اخويا واش نتايا بصحنيت ماشي مغربي قلت لي لا راه ماشي مغربي ولكن ماشي مغربي فاش غا في الوراق راه الدم اللي كيجري هنا راه عتي راه كبرنا في هذه الارض هذه راه اللي ما تيعرفش شنو هو البيروري اللي ما تيعرفش شنو هو الكاشوش اللي ما تيعرفش بزاف ديال الحوايج راه ما يتسباش مغربي راه ماشي غير هز الباسبور وتقول تيحرقوه تيحرق الباسبور مغربي هذاك الباسبور اللي حركتي راه ليا اخويا انت كتبرى من هذه الجنسيه راه ليا انا بغيتها انا فرحان بها سير انت ما بغيتيها سير في حالتك عطيها ليا انا فخور بانني الا قبلوا عليا المغاربه نكون مغربي كرهتش ولكن ما عنديش الوراق غير في الوراق اما انا كنحس براسي هنا وهنا مروكو واحد الوقت كانوا وليت فقير الحمد لله ما كانوش فلوس بزاف فهمتي طاحت بيا الفقر بزاف ما تعذبنا شي شويه وهادي ودرنا شي خدامي اللي هم ما نقدرش نقولهم ليكم خاص الواحد يدبر على راسه مول الوليدات عندك وليدات خاصك تربيهم خاصك تعيشهم خاصك تجيب القبه خاصك تخلص المدرسه خاصك دير هادي وهادي 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 ضروري والحمد لله الحمد لله يا ربي باك صاحبي كانت شحال هذه كانت هذه القضيه ديال باك صاحبي نفسر لكم كيفاش باك صاحبي بحال دابا غادي يديروا اشهار كاين الكاستين كاين واحد جوج ثلاثه د الناس ما عرفوش شكون اللي غادي يعزلهم هذا كيعرف وخريج ولا كيعرف فلان برودكسيون ولا هذا كيقول له صافي دوزي لينا هذا ولكن خاص المخرج حتى هو يقول راه ماشي هما يفرضوهم عليه ما يمكنش واحد اش غادي نقول لك قصور وغيدير اشهار ديال الباسكيت ما يمكنش واحد سمر وغيدير اشهار ديال الحليب يعني هذه ما فيهاش باك صاحبي خاص يكون فريمون داكشي مقارب وديك الساعه كيدفعوا ويلي 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 تزير العز الحب رفعته بالعربي يا خويا انا كنت فرحان هذاك النهار انا حسيت براسي تزيري راه الاخرين ما تيتفاهموش حنا الشعب تنتفاهموا بيناتنا واخا الاخرين ما يتفاهموش حنا داكشي بيناتنا كيدوز الكونتاكت انا فرحان تزيري الله يلا فرحان لهم سير عرفتي خوك بوليفالون نقدم انا كرون بوبليك يعني السهرات بحال هكا في الزنقه فيستيفالات وداكشي نقدم لك في التلفازه ندير لك برنامج ديال الموسيقى ندير لك برنامج ديال الصباغه ضروا ديكو ندير لك برنامج ديال المسابقات عائله الضعيله برنامج ديال الماكله حتى هو دوزتو اي حاجه بغيتيها حيت لانيماتور خصو يعرف يدير كل شيء ماشي بالضبط زعما انت راه خاصك تكون كطيب باش تقدم الماكله ولا تكون كتسبغ باش تقدم الضروا ديكو هما تيدوزوا لك لافورماسيون انت كتقولها بالطريقه وراك عارف راه المراه شويه دابا هي عرفت كيفاش غادي نقول راه ماشي كلهم كاينين فنانات مغربيات ولا برانيه تامه يعني واخا كطلع لهم الشهره بزاف كيبقاو متواضعين ولكن غنقولوا 70% المراه الى تشهرات كتولي بحال الراجل قل منها حتى هما كاينين ولكن كاينين رجاله تا هما زعما مشهورين وداك الشيء ولكن متواضعين وكاين اللي كيدعي التواضع باش انت تقول ناري هاد السيد ناري هاد الفنان هذا الظريف مسكين هو راه كيفوت الكاميرا هوبا الماسك حيت كيبان لك واحد اخر وهاد الشيء راه جاري به العام زعما في العالم كله كيبقاو يتسابوا الفنانه ولا هذا كيسب هذا ولا هذا كيسب هذا وهذا الشيء يعني سيف ذو حدين يعني كيشهرهم فهمتي اش كيبداو بحال البيك والرابور سميتو انا المهم ديزي دروس فاش بداو كل واحد كيدير ديسك على الاخر طلعوا لي فيو طلعوا شحال من واحد صنت لهم شحال من واحد هادشي راه في الرباح ديالهم مزيان علاش لا وحنا كنتبرعوا كيعطيونا الفن بوركوا با دونك لي ريزو سوسيو كيصلحوا لهذا الشيء يصلحوا باش بنادم يتشهر الجمهور المغربي تنقول لهم شكرا انتم اللي درتوني كنشكركم بزاف انتوما اللي رفعتوني وباقي كتهزوا بيا كنشكركم بزاف بزاف راه بكم انتوما باش انا جيكزيست باش انا كاين كنشكركم ميرسي